إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر لافتتاح ومراسم الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة. ومثلما تابعنا شارك حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. الحفل حضره ما لا يقل عن 30 من زعماء العالم، فيما تمتد القناة على طول 35 كيلومتر، وهدفها زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى المائي الملاحي، بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين أوروبا وآسيا. المصريون ينتظر منهم أن يستفيدوا من عوائد المشروع وحزمة المشروعات الجديدة. مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأضواء على قناة السويس الجديدة ينضم إلينا اليوم في الاستديو وزير التخطيط الأسبق علي الموسى. مساك الله بالخير أستاذ. مساكم الله بالخير. وأيضا ينضم معنا من مصر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور رشاد عبدو. بداية راح أوجه السؤال إلى سعادة وزير التخطيط الأسبق علي الموسى، ماذا يمثل تدشين قناة السويس الجديدة؟ إذا أذنتي لي قبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أوجه كل التحية وكل التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية على هذا الإنجاز الهندسي الرائع وما أظهره الشعب المصري من إصرار وعزيمة وتحدي في إظهار مثل هذا المشروع إلى الوجود في يعني نسبة قياسية. بتقديري هذا النوع من العزيمة والإصرار هو أحد المطالب الرئيسية لدفع الاقتصاد المصري إلى آفاق أفضل وأحسن إن شاء الله. الآن نتكلم إحنا عن مشروع قناة السويس الجديدة. طبعا هو يهدف إلى تحقيق مثل ما تفضلتي عائد أفضل بتحسين الوضع في القناة، لكن أيضا كما أدلت يعني الحكومة المصرية، لا، هناك مشاريع موازية وأيضا لا تقل أهمية، وهو بجعل هذه المنطقة منطقة لوجستية عالمية سواء للسفن أو للتخزين أو لمشاريع مرتبطة في المنطقة وفي التجارة العالمية، وهذه أفاقها أنا بتقديري حتى أكبر من توسيعة قناة السويس. وبالتالي أنا أعتبرها هذه أهم شيء هو الجانب النفسي فيها، هاي بادرة خير وحافز نفسي. يعني أكو أي شيء يمكن ما تبين لأول، وأنا قدام أحد التقارير يتكلم ان احنا نسميه الاقتصاد السري او شيء من النوع. موديز مشهوره، هذه احدى الوكالات العالميه للتصنيف ديون الدول ومخاطرها ايضا، تقول ان الاقتصاد المصري راح ينمو بحدود 4.5 سنه 15 و5% في 2016. احد الاسباب، واحد من الاسباب الرئيسيه انك اقتصاد مظاهر، هذا موجود في كثير من الدول خصوصا في الدول الناميه، يعني في ناس يشتغلون ما يقولون حق اداره الضريبه، ما يعلمون الاحصائيين، لكن موجود. فهذا بلغ من الحجم انه تقريبا ربما يؤدي الى مضاعفه الاقل الزياده في النمو الاقتصادي. ايضا هناك راح يكون عامل نفسي انه يدفع الى المزيد من المصريين، كل واحد يسعى الى مجال عمل، ان شاء الله تنفتح له مجالات عمل، وبالتالي يعني الاقتصاد المصري نتأمل ونتمنى أن بالفعل يكون وضعه أفضل في القريب العاجل. نعم، ننتقل إلى دكتور رشاد عبدو من جمهورية مصر العربية عبر الستلايت. دكتور رشاد، يعني احنا لاحظنا في مراسم الاحتفال في افتتاح قناة السويس الجديدة الكثير من الفرح والتفاؤل لافتتاح هذه القناة الجديدة. أهمية هذه القناة كيف تراها بأنها مجرى مائي بين أوروبا وآسيا أيضا؟ لا، دي أكبر من كده كتير. سيادة الوزير قال شيء، الوزير كان بيركز على مجموعة من الاعتبارات. أنا بس أوضح في الآتي، قناة السويس هتعمل إيه؟ هتعمل ثلاث أربع خمس حاجات مهمة جدا، في المدى القصير وفي المدى الطويل، لكن في الأول وفي الآخر
انا كاي مشروع بيهمني اعمله سواء كنت رجل اعمال او مستثمر او غيره، المشروع ده يشغل لي ويخلق لي فرص عمل وكمان يزود لي ايراداتي، ويا ريت تبقى من العملات الاجنبيه لو انا دوله ما عنديش عمله اجنبيه كتير. نعم. المشروع ده هيعمل ايه؟ المشروع ده اولا عمل ازدواجيه، وبالتالي وفر لسفن العالم كله اللي كانت بتنتظر من 13 ل 18 ساعه كل الكلام ينزل الى حوالي 3 ساعات. دي نمره واحد. نمره اتنين انه عمق المجرى الجديد وكمان المجرى القديم من 45 قدم الى 66 قدم، وبالتالي سمح بمرور السفن العملاقه اللي بتشيل لغايه 250 الف طن. ايضا بينشئ حاليا 6 مواني جديده ما كانتش على الخريطه، وربطها بشبكه المواني القديمه في ميناء العين السخنه، في العريش، في دهب، في نويبع وما الى ذلك. ايضا بيعمل 6 انفاق بتربط سيناء بالمجتمع الام، والانفاق دي من العرض بحيث انها هيبقى فيها اتجاهين للسيارات، وبعضه هيبقى فيه قطارات لان تكلفته منخفضه، والبعض الاخر هيبقى فيه مواسير وصهاريج مية عزبة عشان ده لسيناء عشان مزيد من الاستصلاح والتنمية واواوي. لكن هيرفع لي ايراداتي من قناة السويس نتيجة انه عدد السفن اللي كان بيعدي 49 سفينة هيرتفع الى 97، بالاضافة انه المراكب بقت او اكثر حمولة بتشيل قلنا لغاية 250 الف طن. فكل الكلام ده بيقول ايه؟ بيقول ان الرسوم بتاع قناة السويس هترتفع من 5.2 مليار الى 13.5 مليار. لكن الاهم من ده ايه؟ ان مصر قالت انا مش عايزه من ساعه ما انشانا القناه من 1869 وانا معتمده قناه السويس بتجيب لي فقط ايه؟ رسوم العبور. احصل الرسوم، اقصى رقم جالي كان 5.3 مليار. لا، عندنا طموحات اكبر، عايزين نستفيد من الكنز اللي عندنا، المناطق اللي حوالين ضفتي القناة واللي بتمر في 5 محافظات، بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء. أنا عايز أستغل المناطق دي كلها. بالفعل مصر عشان توفر وقت في الفترة اللي كان بتبني فيها القناة الجديدة طرحت مناقصة عالمية عشان يجي لها مكاتب استشارية، تحالفات من المكاتب الاستشارية العالمية علشان تقسم المنطقة، مناطق صناعية ومناطق زراعية ومناطق تجارية ومناطق خدمية ومناطق لوجستية ومناطق سياحية. طرحت كل الكلام دوت، وعشان كده الرئيس بيقول من بكرة هنشتغل، لأن من بكرة هنبتدي نروج هذه المشروعات على هذه المناطق لكل مستثمري العرب، والأولوية للمستثمرين العرب. وبالتالي المشروعات ديت على سنة 2022-23 هتجيب لمصر إيرادات بحد أدنى 80 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. الرقم ده مهم ولا مش مهم؟ الرقم ده مهم ليه؟ لأن أنا احتياطياتي كلها حاليا من العملة الأجنبية في مصر كام؟ دكتور رشاد، حضرتك كما ذكرت يعني التوقعات لهيئة قناة السويس يعني سيرتفع، يعني العائد الحالي لسنة 2014 كما مشار عندي هو 5.3 مليار دولار، والتوقعات سترتفع يعني بالزبط. العائدات إلى أكثر من 13 مليار خلال عام 2023. قراءتك لهذه التوقعات دكتور رشاد؟ بالضبط، بشكل متدرج أول سنة هتزيد 30%. نعم نعم. ننتقل إلى دكتور والأهم من دي، تفضل. نعم، والأهم من دي المشروعات اللي هتقام واللي هترفع لي إيرادات ل 80 مليار دولار. زي ما قلت لسه لحضرتك، أنا كل احتياطياتي من النقد الأجنبي 18.5، لكن فيهم 3 مليار من الكويت الشقيقة المحترمة، وثلاثة سعودية وديعة، وثلاثة من الإمارات، واثنين من ليبيا. إذا أنا ما عنديش احتياطي، لما يجي لي بقى في سنة واحدة من 80 ل 100 مليار قد الرقم اللي عندي 500%، هعمل بيهم إيه؟ زي ما استاذ سفير بيقول، هجيب مصانع ومكن وآلات ومعدات واشغل المجتمع واخلق فرص عمل واقضي على مشكلة البطالة، اعالج الخلل الاساسي اللي موجود في عجز الموازنة. انا عندي السنة دي عجز موازنة 251 نعم. مليار نعم. ايضا هبتدي المشاكل الملحة اللي عندي كبيرة زي مشكلة المديونية. انا عندي مديونية، ساركز ايضا على نقطة مهمة دكتور رشاد، لأسأل سعادة الوزير الاسبق علي الموسى، يعني زيارة ايضا حضرة صاحب السمو لها طابع خاص، خاصة مشاركتها في حفل تدشين قناة السويس، خاصة حاليا الوطن العربي يعاني من ظروف سياسية غير مستقرة. وحضرة صاحب السمو لما يروح مراسم هذا الافتتاح أكيد يعني يدل على أنه يدعم الوحدة بين الأشقاء العرب. كيف تشوف ودلالات هذه الزيارة؟
بطبيعة الحال العلاقات بين الكويت وجمهورية مصر العربية دائما كانت وثيقة، و يعني احنا اخوان ودائما مع بعض في السراء والضراء. تأكيد هذا زيارة صاحب السمو هو تأكيد لهذا الواقع، لكن ايضا اليوم مطلوب توثيق العلاقات بين كافة الدول العربية. المخاطر تتهدد كافة الدول العربية من مختلف الجهات داخليا وخارجيا، وبالتالي تأكيد التلاحم يصير أكثر من ضروري. زيارة صاحب السمو اليوم لمصر ومشاركته في افتتاح قناة السويس الجديدة تأكيد الاهتمام الدولتين، طبعا اهتمام الكويت، واضح ان اهتمام ايضا جمهورية مصر العربية. هناك علاقة نقل تاريخية نقل يعني وعريقة منذ القدم بين الكويت وبين مصر، صحيح، لكن ايضا حتى يعني الافتتاح ولو انه افتتاح يعني احتفالي بمناسبة تفتخر جمهورية مصر العربية ونفتخر احنا وياهم. نعم، لكن انا اتصور هذه لن تنتهي كذلك، يعني هذه فرصة في التقاء الزعماء العرب حتى وغير العرب، تصير مناسبة ولو انها ممكن تكون قصيرة في مسعى لتحسين مجمل الوضع في المنطقة. وبالتالي انا اعتقد اول شيء هذا يعني صاحب السمو ترى اذا وصف له فهو امير الدبلوماسية. نعم، أمير الدبلوماسية وليس بغريب على حضرة صاحب السمو، دائما أبداً يعني شخصية فذة ولها يعني يعني حكمتها وخبرتها على طول السنين في الدبلوماسية، فهو أمير الدبلوماسية. يعني كما ذكرت يعني هذا المراسم بالنسبة لهذا الاحتفال يعني تضمنت حضور 30 زعيم، أكثر من 90 وفد لحضور مراسم هذا الاحتفال، يعني فرصة لتبادل الآراء والالتقاء بينهم وبين بعض قد تفضي إلى نتائج جيدة أيضا. هو بكل تأكيد يعني إحنا في الكويت وتصور في كل الدول العربية وأخي نقول على الأقل غالبيتها، مصر في يعني في الحقب السابقة تراجعت مكانتها بسبب انشغالهم في أمورهم الداخلية، لكن الآن بهالانفتاح بهالنوع من التواصل نتطلع إلى أن تستعيد جمهورية مصر العربية مكانتها باعتبارها هي قلب. إحنا دائما وين نقول القاهرة قلب العروبة النابض. نعم، هذا مو شعر، هذا حقيقة استراتيجية. متى ما إن شاء الله نهضت مصر، ونهضت من خلال اقتصادها، من خلال مثل هالمشاريع الريادية، من خلال مثل هذه التجمعات، إن شاء الله متى ما استرجعت مصر مكانتها العالم العربي كله يسترجع أهميته ومكانته. بصراحة اليوم احنا صايرين مطقاقة على قولتنا ولا ملطشة كدول عربية مجتمعين، اليوم ما حد قاعد يسأل فينا. نعم، والسلام عليكم. نعم، نروح إلى دكتور رشاد عبد الوهاب جمهورية مصر العربية. دكتور رشاد، يعني أهم الأهداف والنقاط اللي تهدف إليها قناة السويس الجديدة تعزيز التجارة والصناعة والسياحة أيضا، يعني المشار أن 7% من التجارة العالمية تمر بقناة السويس الأصلية، توقعاتك للنسبة المتوقعة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؟ هقول لك، بس قبل ده عايز ارجع قليلا للي قاله سياده الوزير جنبك. امير البلاد عندكم مش كويتي فقط، ده بتاع العرب كلهم. العرب كلهم عارفين مكانته وقيمته، وبالتالي شكل تعاونه ومساعداته ودوره في المنطقه العربيه مش قاصر على الدور المحلي، ده دور اقليمي ودور عالمي، ده جزء. الجزء الثاني عايز اذكرك بحاجه مهمه. مين أول واحد دعا أن يكون هناك قمة اقتصادية عربية على مستوى الدول العربية كلها على غرار جامعة الدول العربية والقمم السياسية؟ مش كان أمير البلاد؟ أول دولة استضافت المؤتمر ده كان مين؟ مش كانت الكويت؟ إذن هذا الرجل مواقفه معروفة على مستوى العرب كلهم، والعرب كلهم بيعتبروه كبير من كبرائهم المحترمين اللي ليه وزنه وليه أهميته. فعشان كده كان لابد يبقى موجود في مصر، لانه جزء من المنظومه،
كان لازم يشارك مصر فرحتها، لان مصر بتديله اهميه كبيره جدا ووضع كبير جدا وقيمه كبيره جدا ومكانته عند كل مصري معروفه، وبالتالي مشاركته هنا كان ليها اهميه كبيره جدا ورفعت من درجه فرحه المصريين. ده جزء مهم جدا. وبالتالي لما بتكلم بقى الجزء الثاني، سؤالك المباشر عن القناة وماذا سوف تضيف. القناة سوف تضيف هنا على مستويين أو ثلاث مستويات: المستوى المحلي، المستوى الإقليمي، المستوى الدولي. المستوى المحلي اتفقنا مصر على سبيل المثال أهم فيها أنها ترفع إيراداتها من 5.2 مليار إلى 80 أو 100 مليار دولار، وهي محتاجة دولارات وهتضخ ده في التنمية وهتعالج مشاريعها الأساسية، عجز الموازنة والمديونية والفوائد وما إلى ذلك. عندك فكرة أن فوائد الدين فقط في مصر كام؟ 247 مليار، عجزها كله في الموازنة 251. يبقى أنا النهاردة لما هشغل القناة ولما الإيرادات هتجيلي 80 و100 مليار، 100 مليار يعني 800 مليون جنيه مصري. إذا مش هيبقى عندي عجز في الموازنة، إذا هخلي المديونية بتاعتي كلها في سنتين هتخلص منها، إذا ده هيدي دفعة كبيرة جدا للاقتصاد القومي. وعشان كده سيادة الوزير كان بيتكلم عن موديز وقالت إيه موديز ودور موديز، ده مهم جدا. هذا واحدة. على المستوى الإقليمي، على المستوى الإقليمي مهم جدا. ليه؟ لأن دول الخليج بتعتمد لحد كبير جدا على نقل النفط والغاز من خلال قناة السويس، نسبة حوالي 7% منه. وبالتالي بلا جدال فترة الانتظار الأقل مع الوفرات اللي بتتم نتيجة الأعماق، وبالتالي السفن بقت بتزيد وما بنقلش الشحنة الواحدة على سفينتين وثلاثة، ده كله هيخفض من تكلفة النقل، وبالتالي بيساعد كتير جدا على التجارة الخارجية تنشط والطلب الخارجي والعالمي هيزيد على النفط والغاز. شكرا جزيلا لك حضرة الخبير الاقتصادي الدولي. العالم الخارجي رئيس غرفة. نعم، نشكر لك انضمامك معنا عبر الساتلايت دكتور رشاد عبدو. لضيق الوقت نشكرك وننتقل أيضا إلى ضيفنا في الاستوديو. كان معنا عبر الساتلايت الخبير الاقتصادي الدولي من جمهورية مصر العربية دكتور رشاد عبدو. نرجع حق ضيفنا وزير التخطيط الأسبق علي الموسى. سؤال أخير سعادة الوزير، يعني الحكومة المصرية قدمت تقديرات شديدة التفاؤل لعائدات هذا المشروع، فكيف تفسر هذا التفاؤل وقراءات الحكومة المصرية لهذا الموضوع؟ بطبيعة الحال يعني ما أنفق على هذا المشروع مبالغ كبيرة جدا، وجزء كبير منها بالعملة الصعبة أو يعني الدولارات، وبالتالي لابد من مبرر لها. المبرر هو بتحسين العائدات. تحسين العائدات يبتدي حسابه من باكر، من الليله بنسامحهم. نعم، من باكر الصبح رسميا. لا رسمي ما هم كل يوم مثل ما تفضل الخبير او اي واحد يعرف بالماليه العامه. نعم، الجماعه اقترضوا بنسبه عاليه من الفوائد، في نهايه الامر هي للمصريين، يعني مو رايحه حق ناس غرب، لكن كمشروع يعني انا انظر له كمشروع. سعر الفائده هاي جزء من التكلفه او التكلفه الرئيسيه. الحين على العائد أو الفرق في العائد بين ما كان سابقا والآن لابد أنه يغطي التكلفة هذه، ولا يعتبر مشروع يعني لك حلق. لكن مثل ما قلت لك المسألة مو مسألة فائدة فقط، المسألة أن هذا ضخ عزيمة وبين، يعني هذا في جانب نفسي. الجانب النفسي يمكن أحيانا واحد صعب يقدر. إذا بالفعل يعني السلطات المصرية هذا يعني مناسبة مبهجة فيها فرحة بينوا، يعني بكل تأكيد هذا إنجاز، في عزيمة، في إصرار، وهذا يسجل للشعب المصري بغض النظر الحين على الجوانب الاقتصادية. يبقى الجوانب الاقتصادية ما في مجال بعد الآن أن نتفائل ولا نتشائم. العداد اشتغل. نعم، العداد اشتغل اليوم. باكر أنا بشوف ربحانين ولا خسرانين، وعقب باكر واللي وراء، يعني هذه عملية مكشوفة الناس يشوفونها بعيونهم. ونتمنى أن يكون المشروع ناجح وأن يكون ربحان، لكن الحين خلص هذا ما عاد في مجال لا للتفاؤل ولا للتشاؤم.
الاعداد اشتغل. سعادة وزير التخطيط الاسبق علي الموسى، شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معنا في الاستديو. حياكم الله. لذلك مشاهدينا كنا معكم في نقل حي ومباشر لتغطية مراسم افتتاح وتدشين قناة السويس الجديدة، شكرا لكم وتحياتنا لكم والى اللقاء.